ليش كانت الشركات الأمريكية متفوقة على الشركات البريطانية من بعد الثورة الصناعية؟ مع أنه الثورة الصناعية بدأت في بريطانيا. هذا العنوان كان عنوان أول بحث تم نشره باسمي بتاف بابليكيشن ببرشلونة إسبانيا. بهذا الفيديو رح أحكي لكم عن أسباب تفوق الشركات الأمريكية على الشركات البريطانية من بعد الثورة الصناعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ولاء قطار وأنا بعرفكم على معلومات جديدة بعالم الأعمال والبحوث. بالواقع حدثت ثورتان صناعيتان، الأولى حدثت ببريطانيا والثانية بدأت بأمريكا. ومع أنه الثورة الصناعية اندلعت بالبداية ببريطانيا، ولكن من بعد الثورة الصناعية تفوقت الشركات الأمريكية على الشركات البريطانية. شو هي أسباب تفوق الشركات الأمريكية على الشركات البريطانية؟ هو موضوع هذا الفيديو اليوم. ما في سبب واحد هيك نقول إنه هو السبب الرئيسي لريادة بريطانيا للثورة الصناعية، ولكن هي مجموعة من الأسباب التكنولوجية، الاقتصادية، السياسية والثقافية تجمعت في منتصف القرن 18 وأدت إلى هذا التقدم الصناعي. لكن الأوروبيين وخاصة البريطانيين بيتمتعوا بميزتين بمنتصف القرن 18. الميزة الأولى كانت الفحم. لما قرأت معظم البحوث وجدت أنه الفحم وقربه من سطح الأرض، يعني مش غميق، كانوا قادرين يوصلوا له، كان هو سبب رئيسي من أسباب الثورة الصناعية بوقتها. لأن الثورة الصناعية كانت تدور حول استخدام مختلف أنواع الطاقة لأتمتة التصنيع، والفحم يعد هو مشغل طاقة أساسي في ذلك الوقت. والميزة الثانية اللي تمتعت فيها بريطانيا بأواخر القرن 17 إلى منتصف القرن 18 هو ارتفاع الأجور. ارتفاع الأجور يعني ارتفاع كلفة التصنيع، من هيك صار هن بحاجة لثورة صناعية. إذن الأجور المرتفعة بميلة وأسعار الوقود المنخفضة اللي هو الفحم بميلة ثانية دفع الشركات المصنعة إلى الثورة الصناعية. ما لازم ننسى كمان العامل الإيديولوجي اللي هو التوجه من السياسة التجارية الميرجانتاليزم إلى لسفير، تركون يشتغلوا يعملوا اللي بدهم اياه. هذا العامل الايديولوجي كان هو دافع الى الثورة الصناعية. اذا عوامل عديدة خلت بريطانيا تكون هي الى الريادة ببدء الثورة الصناعية، ولكن مع انتهاء الثورة الصناعية الاولى بدأت هذه المهارات وبدأ الناس بالهجرة من بريطانيا إلى دول أخرى مثل بلجيكا والسويد والولايات المتحدة، وهون بلشت التنمية الاقتصادية في باقي دول العالم. إذن مع أنه الثورة الصناعية بدأت ببريطانيا بسبب كل هالعوامل يلي تم ذكرها مسبقا، لماذا تتفوق الشركات الأمريكية على الشركات البريطانية منذ الثورة الصناعية؟ شو يعني الثورة الصناعية؟ ثورة صناعية يعني بدل ما كنا نقعد نخيط عقيدنا أو نغزل عقيدنا، تيجي مكنة هي تغزل عنا. هيدي هي الثورة الصناعية، هي دخول الآلات في مجال الصناعة. طبعاً الشركات الأمريكية لم تصبح رائدة في السوق العالمي هكذا بلمح البصر. أمريكا اشتغلت على حالها وما فينا نظلمها. كيف اشتغلت على حالها؟ من حرب سنة 1812 التي حفزت أمريكا على بناء بنية تحتية أفضل، إلى نظام المصانع، إلى سلسلة الابتكارات التكنولوجية، جميعها أسباب دفعت أمريكا إنها تكون أم الثورة الصناعية الثانية وتتفوق على بريطانيا. ولكن لنرجع بالقصة مظبوط، خلينا نرجع لبعد الحرب العالمية الثانية. بعد الحرب العالمية الثانية إجينا نظام بريتن وود يلي هو استبدل الذهب كمعيار للمصاري بالدولار الأمريكي. يعني صرنا بدل ما يكون معيارنا الذهب صار معيارنا الدولار الأمريكي، وهذا جعل الدولار الأمريكي عملة عالمية. طبعا هيدا شو شي كتير منيح للشركات الأمريكية. حتى بعد انهيار نظام بريتن وود حافظ مخطط البترودولار اللي هو قائم على ربط أسعار النفط بالدولار الأمريكي على قوة الدولار الأمريكي. بهيدا الفيديو خبرتكم عن العوامل كعناوين،
عن الأسباب كعناوين، ولكن يلي بحب ياخذ تفاصيل أكثر ومعلومات أكثر يتثقف، يلي بده أرقام تثبت ما حكيته، فالبحث يلي عملته متوفر بالريسيرش جيت عندي، متوفر بالتاف بابليكيشنز، فيكن تلاقوه باللينك يلي عندي بالبروفايل، فيكن تفوتوا تنزلوه تقروه تنشروه على أصحابكم، حتى فيكن تطوروا أبحاث بعده وتعملوا مشاريع على أساسه. بتمنى تكونوا استفدتوا من هذه المعلومات، و see you in the next video إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.